دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي إلى وضع استراتيجية مندمجة وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم. كان المجلس قد أعد وناقش تقريرين تحت عنوان قرابة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين. حول هذا الموضوع معنا الأستاذ عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مساء الخير دكتور الرماني. مرحبا سيادة الله. مرحبا. دعنا نتحدث أولا عن وضعية القطاع غير المنظم في المغرب. أين نحن أولا؟ صراحة حينما نتكلم عن هذا القطاع لا في المغرب ولا في الخارج سيادة الله كنتكلم على واحد القطاع موازي موجود، يعني موجود خاصة في العالم النامي، موجود بكثرة وهو اقتصاد فعلا موازي لكنه منهك، ولذلك يسمى أحيانا اقتصاد أسود، منهك لمداخل الدولة، منهك للقدرة التنافسية الاقتصادية والقدرة الإنتاجية للدولة، ومنهك أحيانا صحيا للمواطنين، ومنهك أيضا في جودة العمل، يعني أنه لا يوفر جودة للعمل خاصة بالنسبة للمؤسسات التي يعني تشغل بعض يعني العمال في إطار الأسود كما نسميه. لذلك هذه الأنشطة كيفما كانت هي يمكن أن نقول أنها وسيلة للعيش، لكنها حينما تتحول إلى أنشطة غير قانونية تتحول إلى وسيلة للاغتناء السريع. في كيف ما كان الحال هي بالنسبة للعالم وظفها بأنها وسيلة للتهرب الضريبي أحيانا، ولكن حينما تكون الدولة تسمح بها هي لا تستخلص الضرائب وبالتالي تؤثر على ميزانيتها. إذن في المغرب الوضع كبير جدا لأننا نعيش، كان هذا النشاط من الأنشطة كلها كان كيشكل واحد الفترة 50% شوية 40% شوية 30% الآن أقل، ولكن من خلال كورونا لما عرفنا الإحصائيات يعني بالنسبة للناس اللي كانوا استردوا من الدعم روجنا الأمر يفوق 3 مليون ديال العاملين في هذا القطاع، وبالتالي رغم جهود الدولة اللي قامت بها لا برنامج مقاولاتي ولا برنامج روج ولا برنامج مقاول ذاتي ولا غير ذلك، فكنوجدوا أن هذا النشاط لا زال مستشريا ولا زال ينهك اقتصاد الدولة، ولكن أيضا ينهك الوضع ديال المواطنين كما قلت، لأن أحيانا يتم تروي السلع يعني سيئة أو لا مشينة أو لا تقدت الصلاحية ديالها أو لا أي شيء أو لا مهربة أو لا، وهذه تضر بصحة المواطنين. أحيانا يتم تشغيل الناس في ظروف غير جيدة، لهذا فنقول بأنها تضر باقتصاد الدولة، تضر بصحة المواطن، تضر بالقدرة التنافسية والإنتاجية، وأيضا تضر بالظروف يعني المهنية والتشغيلية ديال الأفراد. يعني أنا كنت سأسألك حول الأرقام والمعطيات بشأن هذا الاقتصاد قبل الجائحة وبعد الجائحة، أنت أجبتني وقلت بأن يعني يبلغ عددهم 3 ملايين يعملون في هذا القطاع الذي يشكل عبء على الدولة وعلى المواطن. يعني هذه المعلومات، هذه الأرقام لم نكن نعرفها من قبل؟ يعني كنا نعرف بأن الحجم كبير جدا. لا، هو هذا سؤال مهم جدا، لأنه دولة دائما تسير نحو استقرار اجتماعي. الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يكون متكاملا إلا في إطار استقرار اقتصادي. لا يمكنها أن توظف الجميع أنشطة من هذا النوع، ولكن نحن نعلم بالظروف الإدارية والاقتصادية لبلادنا، نحن نعلم أيضا بالظروف السياسية والانتخابية أحيانا، وهي التي كانت أحيانا تشجع لا على السكن ديال الصفيح ولا على الأنشطة يعني غير المنظمة وغير المهيكلة ولا غير ذلك. هناك بعض الممارسات السياسية أحيانا تشجعات، ولكن أيضا هناك ممارسات إدارية، لأننا ما يمكنش نفيو أن هناك جانب من يعني الممارسات الغير لائقة، الاختلالات غير لائقة إدارية، وبالتالي إلا بغيتي تصلح القطاع غير المهيكل ما تنساش تصلح القطاع الإداري، ما تنساش تصلح الشفافية، ما تنساش تحارب الفساد الإداري، ما تنساش، هادو ضروريين. المغرب الحمد لله الآن وضع واحد الأسس بنية تحتية أساسية وضعها جلالة الملك، الحماية الاجتماعية بنية قوية للدخول في مجال الإدماج الاجتماعي،
لأنك أنت الآن تتحدث عن مجال يرتبط بالتدبير العمومي، يرتبط بالسياسة العمومية. ثاني وهذا مهم جدا، إصلاحات الضريبية. هذه الإصلاحات الضريبية إلا أنت شجعتها وضمنت في المساواة الضريبية وضمنت تشجيع المقاول الذاتي في وضعية نحو ولوجية يعني متاحة ويسيرة، إلا أنت أيضا قمت بعد إصلاحات إدارية من غير اللي قلت ديال الشفافية وديال محاربة الفساد، دير أيضا تسهيل المساطر الإدارية، تحيد لي هذاك الشيء ديال هذه ليغاليزاسيون، هذه طلع، هذه هبط، هذه جيب شهادة الوفاة، هذه سي ليغاليزي لا كارت ناسيونال ديالك، هي لا كارت ناسيونال ديالك ونقول لك سي ليغاليزا. هذه التصرفات الإدارية اللي كترتاح لها بعد الجوانب بعد الممارسات السياسية والانتخابية خاصة بعد المقاطعات وغير، تسيء للشخص يفضل يمشي يمارس بعض الأنشطة الجانبية عن بمعاملات إدارية بسيطة أو داخل الإدارات هذو مقاولات هذو منتخبين هذو غير ذلك، وكتمر المسائل بخير. أحيانا يعني أنت محق ماشي للعيش كما يعني قلت. فعلا نعم. يعني نعم. يعني شخصيا أقول بأنك محق ولا ننكر حجم المجهود، وفعلا الدولة تريد أن يعني تتقدم في هذا الموضوع. هناك إصلاحات ضريبية لكن الظاهرة مستمرة وتتكاثر، وهناك من يصطادون في الماء العكر، وهناك من يعتشون من هذا الأمر ويحققون أموالا طائلة. الظاهرة مستمرة رغم كل المجهود. صحيح. على أي يعني المجلس ظاهرة في هذا الإطار، يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعني قدم عدة يعني دراستين الآن وشروط لنجاح الاستراتيجية الوطنية للحد من القطاع غير المنظم. دعنا نستوضح أولا طبيعة هذه المقترحات. هو المجلس هو مجلس استشاري كما كتعلم، وكيوضع توصيات ومقترحات. من طبيعة الحال ما يمكنش نستبعدوا الأهمية ديالها والقوة ديالها، لكن كما قلت قبيلة البنية التحتية الآن للإدماج الاقتصادي للإدماج الاجتماعي بالنسبة لهذه المهن والإدماج الاقتصادي لهذه المهن والمقاولات لهذه المهن موجود من خلال المشروع الكبير ديال التغطية الاجتماعية، من خلال الإصلاحات الضريبية، من خلال ضرورة إقرار الإصلاحات الإدارية وتبسيط المصادر الإدارية، من خلال الإصلاحات ديال الشفافية الإدارية. هادو إصلاحات، هادو هما البنية التحتية القوية. ما تبقى اللي جابوا المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللي هضر عليه السيد رضا الشامي هي توجيه تنير الطريق. مثلا المساواة في جودة العمل، نعم هذه يعني إطار عام، مثلا تبسيط التواصل وإقناع المواطن بالمزايا ديال الإدماج، بالقيمة ديال المساهمة دياله، بالانخراط دياله في اقتصاد الدولة وفي ميزانية الدولة وفي الضريب وفي النظام الضريبي وغير ذلك، أيضا هام جدا لأنه يبسط هذه الولوجية ويسهلها. إسراع بالإصلاحات القانونية، هذا تكلمت عليه، إصلاح ضروري خاصة الإصلاح الإداري والإصلاح المرتبط أيضا بالضريبي والإصلاح يعني التجاري وإصلاح هذه المدونة التجارية وغير ذلك، هذو مهمين. ولكن من طبيعة الحال ويقدم المجلس يعني توجيهات، مقترحات، شروط للإسراع بهذه الإصلاحات. أيضا لما كيتكلم عن الحكمة هو الجانب اللي قلناه الآن لأنه مهم جدا، ولكن ما دامت هناك مشاكل قانونية معقدة فمن طبيعة الحال ما على المجلس إلا أن يناشد من طبيعة الحال بتسهيل بحل هذه المشاكل، أحيانا استبعاد تلك الممارسات السياسية كما قلت، تنظيم الحرف والمهن، هذا كله يعتبر هام جدا في المرحلة الحالية. ذكرتم بعضها، ذكرتم بعضها. هل من هذه المقترحات يعني هل ترى أن يعني هذه المقترحات قابلة للتطبيق، وهل هي يعني كفيلة بمعالجة الظاهرة؟ كنت طرحت يا سي عبد الله هذا السؤال هذه 3 سنين، نقول لك لا، نقول لك صعيب، هذه 4 سنين نقول لك صعيب. الان وانا كنتكلم على ان البنيه التحتيه اصبحت تنير الطريق، اصبحت هناك قناطر نحو توجه نحو الاصلاحات، اقول هذا ممكن. يعني مراجعه نظام المقاول الذاتي من اجل تشجيع العديد من الممارسين لهذه المهن بالانخراط في اطار المقاول الذاتي، في اطار نظام ضريبي معقول، في اطار تسهيل المسطره، ماشي سير البوسطه ودوز وسير تسنى البطاقه ديالك امتى توصل، لا، يكون واضح، مكتب واضح يمشي له المواطن، يقدم ورقته، يشد البطاقه ديالو، يمشي مسار، وما يتعرضش لبعض الابتزاز أو المساهمات أو غير ذلك، فخصو يكون الوضوح في هذا المجال. إذا لما نصلحوا هذا الشيء ممكن. الآن سمعنا السي الرشيدي كيهضر على
الطرق الجديده لمحاربه الفساد الاداري في المغرب. اذا نقول لك ان هذا الشيء ممكن جدا. لما الان عندنا نظام لاصلاح الضريبي، المنظومه الضريبيه خاضعه للاصلاح، اذا قد انطلقنا نحو هذا الاصلاح بما يسهل في اطار اندماج. في اطار تنظيم المهن هناك مشاريع قطاعيه هامه جدا كتخص بعض المهن، لا في التجاره والصناعه ولا في الصناعه التقليديه وغير ذلك. اذا الطريق واضح الان وهو سيار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، كنت ضيفا هذه الليله.